حركة النهضة علقت على قرار إيداع رئيسها راشد الغنوشي السجن، وقالت أنه هذا قرار سياسي بامتياز، قالت قرار ظالم بامتياز، وقالت أنه سياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد قاعدة تستهدف في الحريات في تونس وتضرب في الحريات في تونس. شنو رأيك؟ والله رأيي بطبيعة هما ككتلة يعني موحدة مع بعضهم وكل شيء، بطبيعة باش يجيوا ضد الكتلة الموجودة مع بعضهم، ضد النهضة وضد يعني ضد الشعب التونسي وضد يعني المواقف اللي احنا كنا نحبوها اللي باش توصل هذيا، اللي هي مواقف صحيحة ونستناو فيها يعني من يوم الثورة. من يوم الثورة كنا عشنا برشا اضطهادات وعشنا برشا تعب نفساني، تعب اجتماعي، تعب اقتصادي، وهك ترى تونس يعني تعبين برشا في جميع الحالات. انا كرجل قانون وأعرف أن يعني إجراءات القضاء يعني مش قضاء تو هكا معقول هو يجي واحد فهمت يعني يستبل على واحد هكاك بدون ما عنده حتى دليل. احنا نشوفه يقول لك فهمت يعني ما يوقف الواحد القاضي تحقيق، ما يوقف الشخص اللي ما يكون عنده قرائن على الأقل 98% اللي هي تمشي الليدان، ما ينجمش ما ثماش فهمت واحد. وهذا قيز التورتيس، خلوا القضاء يخدم. والله يشوف يعني الحق يعلو ولا يعلى عليه، اللي هو صاحب حق اللي هو عنده حق تو يمنع تو يخرج، واللي هو انكل بي زايد شنو هذا تو هو ولت المحاكمات في الشوارع، ولت منا ها وقاضي التحقيق بي، هاي النيابه بي، ها والرئيس بي، هاي الوزير شو اسمه وزيره العدل بيها. يخلوا القضاء يخدم. القضاء تو فهمت يعني هذه امور قضية، والبين على من ادعى. كيفاش واحد يجي يتكلم على ملف بدون ما يعرف الملابسات نتاعو، بدون ما يعرف حتى ولو يسمع من عند المحامي من عند طرف الدفاع، فما حاجات يسمعها فما حاجات ما يسمعهاش. يعني هما اللي هما كتلقاهم اللي زارجمون اللي هما ديسيزيف في القضية ما يقولهمش المحامي، ما يعطيهم ما باعتباره الديفونسور من الواحد نتاعو في الكليون نتاعو. ولذا انا بالنسبه لي انا يعني خلوا القضاء يمشي على راح، ولا هو قيس سعيد وما قيس حكايه فاضيه راه. شوف احنا يعني في التوجه الجديد هذا نتاع 25 جانفي يعني انها لا احد فوق القانون، يعني لابليكاسيون دي لوا دين فاسون اوبجيكتيف، فهماش ما يهمنيش فيك انت كنت وزير ولا كنت زير ولا كنت رئيس ولا كنت ما نعرف شنو كذا وكذا، هنا نطبق القانون، أنا فما قانون قاعد نطبق فيه وكهو. أول حاجة راشد الغنوشي وما تابعه بالنسبة لنا في تونس ما يسوي حاجة شيء، من كبيرهم لصغيرهم. وسمعت فيه ليلاش عند رسول الله شي توقف، دونك إذا هو يتحاسب دو أ زد ويرجع فلوس للتوانسة ورجع فلوس الزواولة، ونورمالمون قاعد يشدوا 5 سنين. مازال موقوف هو. 10 سنين في البلاد. نورمالمون يتحاكم من النهار الاولاني من اللي شد فيه حتى اليومنا هذا، وشوفوا شنو هز شنو ما هز شنو ما قاعده ما عمل الدنيا كل، وبيس يرجع الفلوس سي اوبليجي. ولا خاطرك علاش انا حاجه قلقتني برشا، سمعت البلاد طايحه في حيط يقول لك رجع لي حشو 300 مليار تعويض، 300 مليار. السجال هذا بتاع السياسي الشعب التونسي بطبيعة فد منه وحركة النهضة لم يظلمها أحد لأنها تسلمت الحكم وكان بإمكانها أن تنحت لنفسها مسار سياسي جيد وتكون بديل لما ناضلت من أجله طيلة سنوات حكم بن علي وبرقيب. لكن حركة النهضة تقريب دخلت سريعا في ما يسمى بالاستبداد السياسي، نوعا ما استبداد سياسي، وذلك خاصة في داخلها بإبعادها رموز المعارضين أو الوطنيين نوعا ما، ومن كانوا محيطين براس الغنوشي هم مجموعة من المرتزقة أو ما نسموهم
وصوليين أو منفعيين. ثم الخطوة التالية هو عندما تمازجت حركة النهضة مع الفساد ومع خاصة ما يسمى بالدولة العميقة وكذا. إذن حركة النهضة لم يظلمها أحد، وقيس سعيد ومساره هو لأن الطبيعة تأبى الفراغ. إذن تواجد قيس سعيد وتواجد حراك 25 جويلية لإنقاذ تونس. السيد الرئيس رجل الغنوسي رئيس حركة النهضة فهمني، عنده بعض غلطات عملهم فهمني في الكبر متاعه، حقه يستقيل ويقعد يرتاح في داره ويدخل يخرج من السياسة، خاطر السياسة متاع واحد مازال صحته لاباس وظروفه عنده قادر باش يقاوم وقادر باش ياخذ عنده يتلاب الامور متاع الدولة فهمني، اما مش متاع واحد كبير في العمر يزمو يسلم دا ويخلي عنده الانسان اللي هو مازال قادر باش يقوم بالاجراءات القانونية للبلاد ويقف عليها. انا راى الكبر معناتها فما فيه ليميت اجل، معناتها لازم واحد يسلم. هو اللي يعمل يلقى، حتى مواطن العامل يومي يخرج على السكه ويعمل حاجه مش عاديه لازم يخلص. كل من عمل ان شاء الله يخلص، حتى قدام ربي وقدام العبد. اللي عمل اللي يخلص. هو انسان عمل ووصل البلاد في ازمه ووصل البلاد في حاله تعبه لوليداتنا ووليدات وليداتنا. يخلص، لازم يخلص، الحق نور باطل أظلم على شخص. كنت من معناتها التوانسة اللي يستنوا في إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أم أنه كما البعض يعتبروها حاجة صعبة بل مستحيل؟ أول حاجة نحب نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك، ونقدم تحية للشعب التونسي الكل. أما بالنسبة لي أنا كمواطنة ما كنتش يعني كنت متوقعة إيقاف الغنوشي، بحكم أنه تعرضنا لبرشا اغتيالات، والاغتيالات هذوما معروفين وشاهدناهم على عين المكان، وعرفنا لوضع تونس يعني كان صعيب برشا، وعشنا برشا حالات مزرية في تونس، وبالطريقة هذه عرفنا إلى الغنوشي باش يجي نهار ويتوقف على الأعمال اللي قام بهم الكل. انا عندي من اللي ريتو ما حبيتوش، مش موقفين، انا ماذا بيا يوقفوه من النهار الاولاني. انا ما نحبوش من النهار الاولاني ديجا. علاش الموقف هذا؟ ما نحبوش خاطرك منافقين. كان جا دنيا دنيا روشيت 60 حسب يقرا في كتاب القران في داره، مش قاعد يرقل على شو اسمه مجلس النواب. فهمت؟ وفاش قاعد يعمل الشعب هو؟ هاك العباد مساكن فما محلوله يعني بهم كان الرب العالي. فهمت كيفاش؟ وعلاش الايقاف نتاعو حاجه مستحيله ليغلط يخلص؟ وعلاش الايقاف نتاعو حاجه مستحيله ليغلط يخلص؟ كيف وكيف الشعب الكل هو يا اخي، هو زايد على العباد مو زايد حتى شيء، غلط خلص كهو. كان منتظر الايقاف نتاعو؟ اي انتظر، علاش لي غلط يخلص كيف وكيف العباد الكل؟ سمعت انه معناها الغنوشي قال معناها كلام في خصوص من عاش شكون، قال انه تونس من غير نهضه، تونس من غير اسلام سياسي هو مؤشر على حرب اهليه، يعني اتهموه بانه ثم تحريض للاقتتال. انا معناها نعرف اللي شدوه ظهر لي وكل شيء في السجن ديجا، هو تبع النهضه هكا، رئيس حركه النهضه. انا كل ما انه نهضه ما نتبعش خاطر شيء طيح البلاد فريمون، معناها ماهيش بلاد، فسدوا برشا حاجات معناها كنهضه كالحزوبات هذوما الكل، فهمت؟ مفروض يردوها حاجه ما خير، يغزروا ديما الفوق، ان شاء الله ديما فما خير في تونس. هل انه ايقاف راشد الغنوشي ثم ايداعه السجن كان منتظر، خاصه وانه راشد الغنوشي في عديد المناسبات معناتها واجه القضاء في معناتها ملفات من الحجم الثقيل، عندنا ملف اغتيالات، ملف تسفير وغيرها من الملفات، وكان في كل مره يواجه القضاء ثم يتم اطلاق سراح. شوف
انا راجل قنوسي نعرفه، رانا نعرفه دو بري، وحرجتيني بالاسئله هذه فهمت، باعتباره انا نعرفه دو بري، نعرفه بالكدا بالكدا، انسان يعني هذايا الكل انا ما نقول حتى شيء الا ما تصدر الاحكام، المتهم بريء الى ان يصدر حكم بالادانه نتاعو.